نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بنكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة في الكيموثيرابي. هنتعرض لبعض الأجزاء فيها كده بتكمل بعضيها. نتكلم على السيلكتيف توكسيستي اوف انتي مايكروبيال ايجنتس. ليه الانتي مايكروبيال ايجنت بيبقى سيلكتيف للمايكرو اورجانيزم وما بيأذيش، او مفروض يعني ان ما بيأذيش الهوست او ما بيأذيش الانسان، فيبقى عندي السيلكتيفيتي ديت ازاي، هاو، كيف تكون الاختيارية هذه او السيلكتيفيتي دي. هنكبر الشاشة بعد اذنكم وهرجع من ان لاخر نبص على وضعكم اي او طلباتكم ايه، او لو في مشاكل في الصوت ولا حاجة. بنتكلم على الانتي مايكروبيال ايجنتس، بنقول ان هو should be act as a target site which is present in the infecting organism. يعني الدواء ده او الدراج ده مفروض يشتغل على الاورجانيزم، المكان الاكتيف سايت او التارجت في الانفكتنج اورجانيزم، but absent from the host. يعني ما يبقاش التارجت ده موجود في الهوست برضه، يبقى لما يبقى التارجت ده موجود في الاورجانيزم بس، يبقى في الحاله دي سبيسيفيك ويبقى سيلكتيف. This is more likely to be achieved. ده سهل وكويس ان هو achieved، خاصه انا بتعامل مع بروكاريوت. بروكاريوت ان بروكاريوت ذان يوكاريوت. انا يعني عندي بروكاريوت واحنا يوكاريوت، فبالتالي نستعمل هذه الافضليه او هذا الديفرنس ما بين اليوكاريوت والبروكاريوت. As they are structurally more distinct from host cell، مختلفين التركيب بتاع الانيمال سيل او الهيومن سيل مختلف عن البكتيريال سيل. اكزامبلز عندي، الاكزامبل الاولاني في حالة البنسلين، في حالة البنسلين والكيفالوسبورين، الناس اللي بتشتغل على السيل وول سينسز، بنقول السيلكتيف توكسيستي او توكسيك فور بكتيريا. This is because البيبتايدوجلايكان ده اللي موجود في البكتيريا، vital component للبكتيريال سيل وول، ده مهم جدا للبكتيريال سيل وول. وبنقول هذا الكومباوند يونيك تو بكتيريا، وبالتالي بروفايد ان اوبتيمم تارجت فور سيلكتيف توكسيستي. مش طبعا للانسان، البيبتايدوجلايكان دي ملهاش دعوه بالسيل وول بتاع الانسان، فبالتالي السيلكتيفيتي هنا عشان الفراده والتفرد في البيبتايدوجلايكانز اللي موجوده في السيل وول، يبقى رايح على حاجه مش موجوده عندنا، فتبقى ديت سبيسيفيستي اكتر. التتراسايكلين بنقول ان هو انهبيت البروتين سينسز، التتراسايكلين على سبيل المثال انهبيت البروتين سينسز باي بريفنتنج الامينو ترانسفيريز امينو اسايد ترانسفيريز الار ان اي فروم انترينج ذا ريسبتور، عند الريسبتور اللي هو الريسبتور ايه اللي موجود هنا في الرايبوزوم. ده بيقول ده مش هو از نوت ذا سيلكتيف. ليه؟ لان السيلكتيف اكشن بتاع التتراسايكلين بيعتمد على زير ابتيك باي ذا بكتيريال سيل ماتش جريتر ذان ذا هيومن. معنى كده ان الريبوزوم بتاعه الهيومن برضو بيخش فيها او بيعمل كومبيتيشن فيها التتراسايكلين، لكن السيلكتيفيتي هنا نتيجه ان الافضليه هنا للتتراسايكلين في البكتيريا، بيبقى عنده الافينيتي عاليه بيجري عليها اكتر من الهيومن. ساعه ما يشوف الانسان ويشوف الريبوزوم بتاع البكتيريا يجري على البكتيريا ويسيب الانسان، فدي طبعا السيلكتيفيتي هنا based on their uptake by the bacterial cell much greater than the human cell، يبقى له افضليه، له بيروح يجري عليها ويسيب الانسان. الكلوراميفينيكول مشكلته مشكله السبيسيفيستي بتاعته فيها مشكله. ليه؟ لان it does have inhibitory activity in human ribosome، بيؤثر على الهيومن ريبوزوم وعشان كده بيعمل لي توكسيستي في البون مارو. عشان كده التوكسيستي بتاعت الكلوراميفينيكول عاليه لانه بيعمل انهيبيشن للهيومن ريبوزوم. لكن مين اللي رماك على الغلب او المر اللي امر منه؟ انا ما كانش عندي بديل، ما فيش بديل للكلوراميفينيكول،
فكان لازم استعمله يعمل ديبريشن يعمل ديبريشن بس المريض يعيش. الحاجة اللي بعد كده السلفونامايدز، لسه متكلمين على الصلفة، بنقول ان هي ديبند اون ذا فاكت ذات ميني بكتيريا بتكون تترا هيدرو فوليك اسيد، بتكون تترا هيدرو فوليك اسيد. بنقول عندي البكتيريا بتكون تترا هيدرو فوليك اسيد او تترا هيدرو فوليات، بينما البني ادم او الانسان يعني السيلز لاك اوف ذيس كاباسيتي، مش يعني ما بتعملش العمليه دي، ولكنها بتعتمد اون ذا اكسجينس سبلاي اوف فوليك اسيد. الاساسي عندي والاستعمال الاساسي للفوليك اسيد ان انا باخده من الاكل من الطعام، الخليه بتاعتي بيجي لها الفوليك اسيد جاهز ما بتكونوش، فانا عندي مصنع الفوليك اسيد في البكتيريا، السلفونامايز بتشتغل عليه يبقى كويسه مش هتضرني، مش هتضر في هذا الصدد يعني. الحاجة اللي بعد كده الريفامبيسين، الريفامبيسين اللي هو الريمكتان برضو based on far greater affinity for bacterial polymerase. البوليميريز بتاع ال RNA، البوليميريز ال RNA بوليميريز than the human enzyme، بتجري على البوليميريز بتاع البكتيريا أكتر من الإنسان، يبقى فيها specificity، فيها تخصص شوية، يبقى بتفضل الميكروب. برضو عندي هنا الانهيبيشن اوف ذا بكتيريال جايريز بتاع الكينولين في حاله الكينولونز السيبرو واخواته، بيحصل انهيبيشن للبكتيريال جايريز او التوب ايزومريز 2 از سبيسيفيك اند داز نوت افكت ذا ايكويفالنت توب ايزومريز انزيم ان مامالز سيل، يبقى ملهاش دعوه بالتوب ايزومريز البشري خالص، يبقى بتشتغل على التوب ايزومريز 2 اللي هو او البكتيريا الجايريز بتاع البكتيريا، ولكن الهيومن ما بتاثرش عليه خالص بالمره. وعشان كده قلنا انها ويل تولوريتد، من الحاجات اللي تعتبر ريلاتيفلي سيف، ريلاتيفلي سيف الى حد ما، مشاكلها قليله جدا. الكينولونز، الكينولونز من الحاجات الدراجز اللي تعتبر دراجز مثاليه الى حد كبير يعني. الموضوع اللي هنفتحه بعد كده، خلصنا من مناقشة الحتة الصغيرة ديت. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه على البكتيريال الانتي مايكروبيال ريزيستنس، الانتي مايكروبيال ريزيستنس اللي هي المقاومة البكتيرية، برضو هنتعرض ليها ونشوف كيف تتكون المقاومة البكتيرية، ازاي بتحصل يعني. المقاومة البكتيرية البكتيريال ريزيستنس بنقول هي قدرة المايكرو أورجانيزم عشان يعيش ويتكاثر في وجود الأنتي مايكروبيال ايجنت ذات وير بريفيلسي سوت تو بي افكتيف، يبقى عندي دوز جرعة، نحط دوز، نحط ايه هنا، دوز دوز الايه ورا، يبقى عندي انتي مايكروبيال دوز او انتي مايكروبيال دراج، انتي مايكروبيال دراج نفتكر او نعتقد ان هو افكتيف ضد الميكروبات، واحنا بنديه الاقي البكتيريا بتتكاثر وبتنمو في وجوده، فيبقى نقول ده هو حصل لها ريزيستنس او هي عملت ريزيستنس. في عندي نوعين من الريزيستنس، يبقى في حاجه اسمها كروس ريزيستنس. What is cross، نصحصح شوية، الكروس ريزيستنت. What is cross resistant؟ الكروس ريزيستنت هي عابرة، مقاومة عابرة. It implies that single mechanism confer resistance to multiple antimicrobial agent، يبقى عندي ميكانيزم واحدة لأكتر من درج، يبقى بيعملوا مقاومة لأكتر من درج بطريقة واحدة، يبقى الميكروبات او الميكروب بيقاوم دراجز عديده بطريقه واحده، بينما عندي ترم تاني اسمه مالتيبل ريزيستنس، يبقى عندي كروس ريزيستنس هي ميكانيزم واحده لاكتر من دراج، مالتيبل ريزيستنس اللي هي مالتيبل ميكانيزم، متعدده الميكانيزمات
للدراجز، يبقى كل دراج بطريقه، يبقى مالتيبل ميكانيزم، مالتيبل ميكانيزم، مالتيبل ميكانيزم، يبقى كل ميكروب بيطلع له طريقه، يبقى دي ميكانيزمات مختلفه. الكروس ريزيستنس سنجل ميكانيزم لدراجز كتيره. طيب الكروس ريزيستنس بنشوفها دايما مع ايه؟ الاخوات، الدراجز القريبين من بعض، التركيب بتاعهم قريب من بعض، كلوزلي ريليتد انتي مايكروبيال ايجنتس. بينما المالتيبل ريزيستنس بتنشاف امتى؟ ان ريليتد انتي مايكروبيال ايجنت، اللي هم مالهمش علاقه ببعض. كل دراج هيبقى له طريقه مختلفه، ميكانيزم مختلفه، لكن دولت اخوات السيبرو، عيله السيبرو، سيبرو فلوكساسين والافلاسين والنوروكسين، كل دولت اخوات، ما كلهم اخوات. اللي يعمل ريزيستنس الواحد يعمل ريزيستنس التاني، هي ميكانيزم واحده، سنجل ميكانيزم. اللي يعمل ميكانيزم الواحده يعمل التانيه. سلفا دايازين، سلفا ديميدين، سلفا اوكسازول، كلهم سلفونامايدز، ممكن بنفس الطريقه يعمل ميكانيزم واحده للثلاث اربع انواع من الدراجز. development of resistance in population، ازاي بتحصل الريزيستنس؟ some pathogens are naturally resistant، بعض الباثوجينز الميكروبات هي بطبيعتها عندها قدره على المقاومه. الريزيستنت بكتيريا ممكن يعني تيجي بطريقتين او تعمل المقاومه دي بطريقتين. الريزيستنس بكتيريا ممكن تبقى يحصل لها فيها نيو ميوتيشن، يحصل ميوتيشن في الجينوم بتاعها، يحصل طفرة للكروموسوم الجين، او يحصل تشينج في البلازميدز. عارفين البلازميدز اللي هي الاكسترا جين؟ الاكسترا جين بيحصل فيها تغيير، ويحصل ترانسفورميشن، تحول وترانسدكشن وكونجوجيشن، وبعد كده بتتنقل من خلية لخلية زي ما شفنا البلازميدات، انتقال البلازميدات. فطبعا ممكن بالبلازميدات، بلازميدات او الكروموسوم الجين اتسلف. الميكانيزم اوف ريزيستنس عندي خمسه سته او خمس نقط من المود اوف اكشن بتاع الريزيستنس، او ازاي بتحصل الريزيستنس. برودكشن اوف انزيم ديستروي دي اكتيفيتنج دراج، يبقى الميكروب بيطلع انزيم يكسر او يدمر الدراج نفسه زي ما هنشوف دلوقتي. slow or prevent entering the drug into the cell، بيقلل او بيمنع دخول العقار للخلية، يقف على الباب كده يقول له ما انتش داخل، ما انتش داخل. واحنا عارفين الدراجز بتخش منين، بتدخل من البورين بروتين. عندي البورين بروتين في الجرام بوزيتيف مثلا، هتلاقي البورين بروتين الفتحه بتاعته هي اللي بتدخل، فهيجي يقول له لا ما انتش داخل، ويفضل يعاكس فيه ويبطئ دخوله او يمنعه خالص. ماشي. alter the target drug its bind to less effectively، بيجي يشتغل على الدراج نفسه. لو عند الدراج ممكن يعمل له ميتابوليزم، ممكن يزود فيه او اتش، ممكن يعمل له ريدكشن، يغير في شكل هذا الدراج، فبالتالي قدرته على ان يلتحم بالبورين او يدخل الجسم هتقل. alter their metabolic chemistry، برضو يأثر الدراج له طريقة في الميتابوليزم فهيجي يوقفها. اخر حاجة عندي bump الانتي مايكروبيال دراج اوت اوف ذا سيل، ان هو ممكن الدراج مجرد ما يدخل الخلية جوه يشفطه ويطلعه تاني، يقول له اطرده، يعمل له شفط ويطلعه تاني. بامب الانتي ميكروبي اللي يعمل له ضخ، يضخه خارج الخليه بره. وزي ما هنشوف الحاجات دي تاني، نعيد الخمس حاجات دول تاني، كل واحده بمثال واحنا ماشيين للتوضيح. للتوضيح انا بيكفيني الخمس نقط دول. الحاجات اللي جايه من واحد لخمسه دي توضيحيه. مثال عندي الحاله الاولى، البنزايل بنسلين اهوت، البنزايل بنسلين فيه البيتا لاكتام، البيتا لاكتام رينج اهي مقفوله، بيجي البنسلينيز انزيم، البنسلينيز البكتيريا بتطلع لي بنسلينيز انزيم عشان تفتح اللاكتون رينج هنا، يعني بتروح فتحها بهذا الشكل، واصبح المركب كده ملوش لازمه خالص، ومش قاتل للبكتيريا، وبقى وديع وبقى زي الفل، بين اصحاب
خلاص يعيش مع البكتيريا ده ولا تقول له انت مين ولا في ايه بالظبط، يعني مجرد ما اديك دي بس شالت السميه بتاعته. برضو عندي هنا اللي هو سلو بريفنت ذا انتري او انتو ذا سيل، بنقول ان الكلام ده بيخش عن طريق البورين، ادي البورين بروتين اللي موجود في السيل وول، الدراج بيجي يدور عليه وبعد كده بيقف عليه وبعد كده بيدخل جواه وبعد كده يدخل جوه الخلية، يتسحب كده ويدخل جوه الخلية. فالخلية ممكن تغير شكل هذا البورين، تعرف أول ما تحس شكل الموليكول وكده وعارفة إن هو ضار، على طول إشارة بتجيلها من الكروموسوم بتاعها من المخ بتاعها بتقول له غير الشكل الريسبتور بتاعك، غير المستقبلات، يروح بدل ما هي فيها الانحناء ده عشان تستقبل الدراج، لا بيخليها فلات كده، تيجي ده يدخل عليه ما يستريحش معاه، يجي يخبط عليه مرة تانية ما يرضاش يدخله، خلاص تنه راجع وقايل خلاص انا مش داخل ومش عارف ادخل، الباب مقفول، البيبان مقفول. فيبقى عندي الريسبتور هنا اتغير شكله، اتغير شكله وبالتالي الدراج مش هيدخل. الحاجة التانية اللي ممكن نقولها او نتكلم، alter the drug so the bind less effectively. لما كان عندنا مثلا الامينوجلايكوزايز، الامينوجلايكوز زي الستريبتومايسين والجراميسين، كانت بتيجي اللي هي مثلا المثلثات الخضراء دي كانت بتيجي تشبك في الاماكن دهيت في ال 30 اس سب يونت بتاع الرايبوسوم، يبقى في عندي ثلاث فتحات هنا كانت بتيجي تملاهم وتخش فيهم. فانا عندي هنا لو التشينجز في الرايبوزوم الار ان ايه في المكان دوت غير شكله، غير شكله وغير الحته دي، تغير شكل المكان ده، جه غير لي شكل الفتحات دي شويه، هيجي الامينوجلايكوزايد دي تيجي تدخل ما تلاقيش المكان مناسب لها وبالتالي هتفضل بره الرايبوزوم وشويه شويه ما لهاش تأثير خالص. يبقى دي تحورات وتغيرات من الميكروب نفسه يقدر يغيرها. حاجة اللي بعد كده اللي هي alter their metabolic chemistry، بيغير الميتابوليزم. لو عندي دراج ايه بيجي يديني، او ده برو دراج بيتحول الى ميتابوليزم بتاعه بيديني دراج بي، هو ده اللي اكتف، ده الدراج الاكتف. الدراج الاكتف غالبا بيحصل له ميتابوليزم في الجسم او في الميكروب تدريجي تدريجي لحد ما بيدي البرودكت اللي بيطلع بره او الكلام ده. فهنا عندي هنا الدراج لو جه سد الميتابوليزم بتاعه، هنا سد لي الميتابوليزم، عندي الميكروب جه غير لي او قفل لي الميتابوليزم بتاعه هنا، حفظه وجه قفل هنا بهذا الشكل، يقوم الميكروب يفتح له طريق تاني للميتابوليزم يقول له هكسرك. يعني عندي الميكروب بيمسك الدواء هنا فعال، يمسكه يكسره يعمل له ميتابوليزم عشان يطلع برودكت ان اكتف ويطلع بره. طيب جه هنا السكه دي اتقفلت خلاص، السكه دي اتقفلت خلاص بالايه بالدراج بتاعي، فيجي الميكروب يشتغل على ده ويقول له تعالى ويمشيه بحيث يطلعه زي مكان تاني ويطلعه بره بره، يبقى alter الميتابوليك باثواي. بيقول ذا دراج هاز بلوكت ذا يوجوال ميتابوليك باثواي، يبقى الدراج قفل الميتابوليزم بتاع البكتيريا. سو ذا ميكروب بيغير الطريقه باي يوزنج alternate او unblocked pathway، بيجيب له طريق بديل للميتابوليزم، يبقى بيجيب له طريق بديل للميتابوليزم، يبقى عشان يكسر يقدر يكسر هذا المركب او هذا الدواء ما يبقاش له فايدة، يبقى بيكسره بيشوف طريق بديل لتكسيره طالما الطريق الاساسي اتكسر او اتغير. يعني الحاجة اللي بعد كده بامب الانتي مايكروبيال ايجنت، بامب الانتي مايكروبيال ايجنت اوت ذا سيل، بيطلعه بره الخليه، اوت بيفور ات كانت اكت، قبل ما يشتغل. لو جينا نبص برضو الدراج دخل هنا من البورين، من البورين بروتين ودخل جوه، يعني بيجي يقف هنا او بعد كده بيدخل جوه الخليه وبعد كده يشوف شغله. في بعض البكتيريا وبعض الخلايا الميكروبات
مجرد ما تحس بدخول الكائن الغريب او الانتي ميكروبيال ايجنت اللي هيضرها ده، على طول اشاره الحق لها مضخات موجوده اسمها ان اكتيف دراج بامب، بتنشط هذه البامب انها تشفط تسحب الميكرو الانتي ميكروبيال ايجنت اللي نزل لنا، تشفطه وتخرجه بره الخليه تاني. يبقى اعاده شفطه وارجاعه بتطلعه بره الخليه، يبقى ريبامب تاني، بيحصل له ريبامب تاني، اكتيف دراج بامب اللي هي بتشفط الدراج اللي دخل جوه الخليه وتخرجه بره الخليه قبل ما يوصل للتركيز اللي هو يقدر يضر بيه او يوصل للهدف بتاعه. بنقول الاوفر سام اورجانيزم بريديوس افوكس بامب، افوكس بامب عكسيه، so increase the overall capacity of the organism to eliminate the drug و enables organism to resist a higher concentration of the drug. هيبقى عندي هنا التركيز الدرج هيفضل قليل، حتى لو كان موجود هيبقى تركيز قليل، ممكن ما يضرش الميكروب نفسه. آخر لقطة عندي بقى، آخر لقطة عندي اللي هي الميكانيزم اوف ريزيستنس للكومن انتي ميكروبيال ايجنتس. الكلام ده بقى كله رتابة، ويعني ممكن نعيد عليه على طول كده او تبقوا تقروه وخلاص، ما هو مفيش فيه حاجة، ده تكرار للكلام اللي احنا قلناه، لكن كل حتة في مكانها. البيتا لاكتام بتعمل ايه، وعندي الفانكومايسين بيعمل ايه، الكلام ده اتقال قبل كده، الميكانيزم اوف ريزيستنس بس بيتكرر وخلاص تاني، فاهم؟ نقراه وخلاص، جاست قراية تلقائية، مفيش فيه معلومة جديدة، مش شايف فيه معلومة جديدة. تتراسايكلين هو نفس الحدوتة ونفس الكلمات اللي احنا بنعيدها، فديت كلورامفينيكول بيعمل ايه، المايكرولايز بتعمل ايه، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، فمفيش عندي فيه جديد تقريبا. يعني برضو هو نفس الحدوتة في السلفونامايز والكينولونز والريفامبيسين، مفيش عندي فيها معلومة جديدة، كلهم كلام متكرر ورتيب، يعني مش عايز حاجة يعني. وإعادة تنظيم. آخر سلايد، آخر سلايد ده اللي هقف عنده شوية، اللي هو retarding resistance. إزاي بقى، إزاي أخلي الريزيستنس دي ما تظهرش بقدر الاستطاعة؟ أول حاجة إن أنا أعمل maintenance of high concentration of the drug in the patient for sufficient time، مهمة جدا طبعا، ان انا ادي جرعة عالية، high concentration، دوز عالية ووقت كافي، sufficient time، يعني مضاد حيوي لمدة اسبوع، ما اديش مضاد حيوي لمدة يومين، ما اديش مضاد حيوي هو 500 مللي جرام كل 6 ساعات، ما اديش 200 مللي جرام كل 6 ساعات، ما اديش 500 كل 12 ساعة، ما اديش 500 كل يوم. ما يقولش هات لي كبسولة مضاد حيوي. ادي الحاجة المهمة الأولانية، يبقى maintain high concentration of the drug with sufficient time، وده البليد ده مهم طبعا عشان نبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي. يبقى لازم الوقت أسبوع على الأقل أو 5 أيام أو 10 أيام أو whatever الوقت الستيت للتجارب والعلم حدده إن وقت مناسب للقضاء على ميكروب معين. kill all the sensitive cells and inhibit other immune cells can destroy. فطبعا الكلام ده بيقول ان هو بيموت كل sensitive cells، وبرضه بيعمل تثبيط للاذر، وبيخلي اللي بنعمله ده بيخلي الجهاز المناعي يكمل الباقي، can destroy الباقي، يعني يخلي الجهاز المناعي يديله فرصة ان هو يشتغل مع الاميون سيستم. الحاجة التانية use antimicrobial agent in combination، واحنا طبعا شفنا الكومباينيشن خاصة في الضرن وما شابه، ان بيدي حاجات كومباينيشن برضو مع السلفة مع الترايم سوبريم، كومباينيشن بيبقى الكومباينيشن ده معترف بيه وبيدي نتائج طيبة، يبقى عندي سينرجيزم، واخد بالي من الانتاجونيزم، ما اديش 2 انتيبيوتيك ضد بعض او بيتعارضوا في الميكانيزم اوف اكشن. يوز انتي مايكروبيال اونلي وين نيسيسري، يعني لما يبقى فيه ضرورة بس، ما ناخدهاش عمال على بطال، اما يبقى الحاجة مايلد كده ومش مستدعية ما استعملهاش، استعمل انتي مايكروبيال ايجنت لما يبقى عندي عدوى صريحة وواضحة.
develop of new variation existing drug. يعني بنقول عايزين تطوير للأدوية، زي ما حصل في الكيفالوسبورينز. الكيفالوسبورينز طلعوا الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، الفورس جنريشن دراجز. يبقى في عندي دايما في تطوير عشان يطور، يشوف الجيل اللي بعديه ويشوف أدوية مبنية على الأدوية اللي بعدها، بحيث ياخد أكثر فعالية ويتغلب على على الريزيستنس اللي بتطلع من الميكروب. ساعة ميكروب يحفظنا أديله حاجة جديدة، كل ما يجي ميكروب يحفظنا أديله حاجة جديدة، and so on. سيرش فور نيو انتيبيوتيك، ادور على نيوكيلاي جديده، انتيبيوتكس جديده غير تقليديه غير المعروفه. ممكن تبقى بالسيمي سينسز او بالسينسز، يا اما سينسيتك او سيمي سينسيتك او ناتشرال سورس. ممكن اشوف الحاجات من الناتشرال سورس. برضو ديزاين دراجز كومبلمنتري تو ذا شيب اوف ذا مايكروبيال بروتين تو انهبيت ذم. يبقى برضو في الدراج ديزاين، في الدراج ديزاين بنشوف البروتين بتاع الميكروب شكله ايه، وبنعمل دراج شبيه بهذا البروتين عشان يكون فولس بروتين، عشان اما يجي يكون فولس بروتين، وطبعا النمو هيقف ويبقى كده خدعت الميكروب وضحكت عليه. فديت رؤية او الحاجات اللي ممكن نأثر بيها على الريزيستنس ونقلل حدوث الريزيستنس في المستقبل، او في الهيستوري بتاع او في الفيوتشر بتاع استعمال الانتي بايوتكس. ونقول لكم شكرا ودمتم طيبين، وربنا يبارك فيكم كده.